أكثر من 3 مرات تقريبا. روسيا تتفوق بأشواط على الولايات المتحدة وأوروبا معا في إنتاج الذخائر المدفعية. هذا ما كشفته تقديرات استخباراتية لحلف شمال الأطلسي ناتو لشبكة CNN الأمريكية حول الإنتاج الدفاعي الروسي، حيث أفادت أن موسكو تنتج حوالي 250 ألف قطعة ذخيرة مدفعية شهرياً، أي حوالي 3 ملايين سنوياً، مقابل حوالي 1,200,000 قطعة ذخيرة فقط تنتجها أمريكا وأوروبا معاً بغرض إرسالها إلى أوكرانيا. الشبكة الأمريكية كشفت أيضاً أن روسيا تطلق حالياً حوالي 10,000 قذيفة يومياً مقارنة ب2,000 قذيفة فقط من الجانب الأوكراني، بالرغم من أن واشنطن وحلفائها منحوا أوكرانيا عدداً من الأنظمة الدفاعية المتطورة للغاية من دبابات وطائرات. لكن المحللين العسكريين يقولون إن الفوز بالحرب أو خسارتها على الأرجح يعتمد على من يطلق القذائف المدفعية أكثر، ولذلك يحاول الجيش الأمريكي التخفيف من شساعة الفارق، حيث حدد هدفاً لإنتاج 100,000 طلاقة مدفعية شهرياً بحلول نهاية عام 2025، أي أقل من نصف الإنتاج الشهري الروسي. لكن حتى هذا العدد أصبح الآن صعب التحقيق مع توقف تمويل 60 مليار دولار لأوكرانيا في الكونغرس.